سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم AVL اللي مختصه في مجال العقار، ومعكم طارق اللي كيقوم بعمليه التنقيب والتصوير وكذلك الشرح الوسط ديال العقارات. كنتمنى اعزائي المشاهدين يكون هذا الشيء اللي كنجيب لكم كينال الاستحسان ديالكم. ما تنساونيش بالدعم ديالكم، الدعم ديالكم اللي كنبغيه بزاف، اللي هو الضغط على الزر ديال الاعجاب وكذلك الاشتراك، حوايج اللي كيدفعوني وكيحفزوني باش انني نقلب لكم على كل ما كتشهاو من عقارات كبار صغار متوسطين ما الى ذلك. وكذلك تنتوما الا كان عندكم شي عقار وبغيتو تحطوه في البيع، بغيتو الناس كامله تشوفو، فما عليكم من الاتصال والتواصل معي، فانا راه الخدمه ديالكم جميعا. ممكن التواصل عبر الواتساب او كذلك عبر الهاتف، حتى الناس اللي ما جاوبتهمش فما عليه، صبروا معايا شويه كيكون شويه ديال الضغط، عاودوا اتصلوا بيا فانا راه الخدمه ديالكم جميعا. دابا اليوم غادي نوصف لكم واحد العقار اللي رائع جدا، اللي هي عباره عن شقه فاخره بمال الكلمه من مالها. قبل ما غادي ندوز باش نوصفها كنقول لكم اجي نبداو الامور من الاول ديالها. اذا سيداتي سادتي، دابا هذا هو المدخل ديال هذه الشقه. شوفوا معايا البيبان كيفاش دايرين ديال هذا العقار اللي كنصور لكم ديال هذه الشقه الرائعه. كنتواجد هنا في الطابق الثاني في عماره اللي كتواجد بوسط المدينه، فيها لاسانسور وفيها الباركينغ سوسور، فيها كذلك حتى المرآب فين غادي تحط السياره ديالك. الفصاله ديالها باش نشوفوها كاملين، نغلق الباب. عندي في المدخل ديال الباب كنلقى قدامي مطبخ، اجمل فصاله هي هذه، كتدخل من الباب كنتي هاز التقضيه ديالك كتدخل نيشا المطبخ ديالك، اللي هو مطبخ اللي كيكون من هذا النوع هذا اللي هو انكاستراب. شنو كنعني به؟ هي ان كل شيء كيكون انكاستري. كنهضروا على لي بلاكار، كنهضروا كل شيء فيها لي تيروار ديالها، فيها الدفوفه، فيها المجيرات ديالها. كما قلت لكم العقار اللي كنصور لكم اليوم كيتواجد في الطابق الثاني في احدى العمارات اللي كتواجد بوسط المدينه. هنا كنرحب بالناس كاملين اللي كيشاهدوني من جميع المدن المغربيه بدون استثناء، وكنقول لكم كذلك الناس اللي كيشاهدوني من خارج اراضي الوطن. اليوم كنتواجد بكم بمدينه مكناس. من مدينه مكناس كنقدم لكم التحيه والسلام. ده العقار ديال اليوم اللي لقيت لكم فيه مطبخ كما شفتوا، فيه صالون، صالون مغربي مصوب بالعنبره، فينيسيون واعره، فينيسيون رائعه. عقار اللي هو تقريبا جديد، مازال جديد في الحله الرئيسيه ديالو. شوفوا غير العنبره كيفاش دايره، كنقولوا بحال شي مرايه، قلت لكم بحال المرايه، شوف لان الرفلي ديال الليد كيبان في الحيط. بمساحه اجماليه ديال 86 متر مربع، كنقصد المساحه الاجماليه بما في ذلك الدروج والملك المشترك. اذا المساحه اللي كتكون في التتر كتكون اقل شيئا ما، وعمارة اللي فيها كما كنكرر لاسانسور باركينغ. كنتواجد بمدينه مكناس وبالضبط بوسط المدينه حمريه. هذا العقار اللي كنقترح لكم اليوم هو في وسط المدينه في حمريه، ولكن هذا العقار هذا اليوم راه كيتباع بدون اثاث. عقار اللي هو فارغ، اللي بغى يشوفه فما عليه الاتصال والتواصل معي. شوفوا الخدمه كيفاش دايره في السقف، كيفاش جاي الخشب اوريجينال، داكشي متقون، بياسه وحده محطوطه، ما مقسوماش على اربعه ولا على خمسه، بياسه وحده محطوطه. التلفازه شوفوا كيفاش حطوا البليصه ديالها، فيها داك لي بوند. السيجور هو هذا، دايرين كوان سيجور، دايرين واحد السيباراسيون حتى هي بالخشب هنايا. هادشي رائع، مالين هاد الدار الله يعطيهم الصحه، تبارك الله ما شاء الله، مالين هاد العقار. حطوا كل حاجه في بلاصه وحتى الفراش، ما زاد هاد العقار الا جمال. ونزيد نقول لكم هي مازال المفاجاه كتنتظركم، هي الثمن ديال هاد العقار اعزائي المشاهدين. اليوم تنهضر معكم من وسط حمريه بشقه اللي هي فاخره بالثمن ديال 550 الف درهم، 55 مليون، ولربما يكون هناك نقاش. ونزيدكم حتى العماره، عماره اللي هي رائعه، عماره اللي هي نقيه، عماره اللي هي جميله. اذا اجيو نكملوا الجوله ديالنا ديال اليوم. بالنسبه للكولوار كلهم داروهم بالبلاتينيا، ونزيدكم شوفوا معايا هنا ما داروش دورا شوكه، داروها روندي كتسمى دائري، نصف دائريه، ان البيوت لهيه. شوف من هنا من هذه الزاويه اطلاله اخرى، شقه اللي بصح تحس براسك راك غيرتي المسكن، ولا بصح قتاني انت عقار اللي هو مختلف.
اما بالنسبه للحمام والمطبخ والدوش، بالنسبه للدوش عفوا، فيه لافما اللي هو ايطونش مهزوز على الارض كما كتشاهدوا معايا. الدوش ديالو هو هذا، ديك الزليج راه هو كيبان بحال الخشب، بحال اللي تقول راك داخل شي صونا. وهنا كاين التواليت، الدوش هو هذا، شوفوا ها كيفاش هادشي غزال تبارك الله. تم الزليج ديال الارض مختلف، والزليج ديال الدار كله في ديكور اخر. قول لكم زيدوا تفضلوا معايا باش غادي نشوفوا الغرف. هاد الشقه هذه ديال اليوم فيها جوج ديال الغرف. عندي الغرفه الاولى هي هذه، هي الغرفه ديال الوالدين. شوفوا كي جات في السقف ديالها باللاد ديالها، الراس الديناموسيه اللي هو ممتاز ديال 1.80 متر بجوج ديال لي شوفي ديالو. الا شفنا من زاويه اخرى عندنا بالنسبه لي بلاكار كي جاو، وكلها من الفوق بالاناره ديال اللاد. حتى بالنسبه للالومنيوم، الالومنيوم كلشي دو كاليتي، كلشي بروميير شوا اللي محطوط في هذا العقار. ما قلت بثمن ديال 55 مليون. نزيدكم هي بالنسبه للغرفه ديال الوالدين، فيها الدوش ديالها، فيها لافابو، عندها التواليت ديالها والسيباراسيون بالجاج. غادي نزيدو نكملو الجوله ديالنا في هذا العقار ونكتشفوا شنو باقي. عندي الغرفه الثانيه، حتى الغرفه الثانيه فيها الليد، فالاناره ديال الليد هازه جوج ديال الناموسيات ديال الوليدات بالشوفي ديالهم. ونزيدكم هي ان عندي هنايا بلاكارات ديالها، ولي بلاكار راهم جاهزين، لا بالنسبه للغرفه ديال النوم لا بالنسبه للغرفه ديال الوليدات، البلاكارات راهم واجدين. ماشي الانسان عاد غادي يبقى يصاوب شي حاجه، الريدويات ديالها كما كتشوفوا البلاصه ديال الريدو ديالها. حتى العقار مازال في الحله الرئيسيه ديالو، وعقار اللي مختلف تماما تماما. حتى بالنسبه ليكوان كلهم داروهم روندي في هذا العقار كما كتشوفوا معايا. كنتمنى اعزائي المشاهدين يعجبكم المنتوج اللي قدمت لكم اليوم بهذا الثمن هذا. اللي بغى يشوفو عن قرب كما قلت لكم راه كيتواجد في وسط مدينه مكناس، بالضبط في حمريه، في موقع اللي جد ممتاز استراتيجي، حداه المرافق كاملين اللي تحتاج الانسان، من مدارس، من اسواق كبيره واسواق صغيره، وكذلك المواصلات. كان معكم طارق من افير، كنقول لكم ما تنساونيش بضغط الزر ديال الاعجاب او الاشتراك. كنقول لكم الى اللقاء في عرض مقبل ان شاء الله عما قريب.